السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الأعزاء طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أول جزء معانا في يونت 11 اللي هو الكلمات وموضوع القراءة. عنوان الوحدة Making the Right Choices اللي هو اتخاذ القرارات الصحيحة أو الاختيارات الصحيحة. نخش على الكلمات. أول كلمة معانا Operation اللي هي عملية جراحية. Lung اللي هي رئة. Disease اللي هو المرض. نخلي بالنا حرف الإس ده والإس ده بننطقوهم زد. نقوم إيه؟ زد. Disease. Addicted to معناها مدمن على. Smoking اللي هو التدخين. Organ عضو في جسم الإنسان. نخلي بالنا كلمة عضو دي كلمتين، في عضو في جسم الإنسان اللي هو organ، وفي بيبقى عضو في عيلة، عضو في مجموعة، دي اسمها member. اسمها ايه؟ member. Damage معناها يتلف أو يدمر. بيس أو باس معناها يجتاز أو ينجح. باس. أدكت معناها يدمن. تشويس اللي هو اختيار. بلوج مدونة إلكترونية. سكسسفول ناجح. هاويفر ومع ذلك. دامج معناها يتلف، ولكن هنا دامج معناها متضرر أو مصاب بأذى. طبعا دي ايه؟ adjective يا جماعة، adjective يعني صفة. healthy معناها صحي. bus stop اللي هو موقف أتوبيس. heart يعني قلب. heart نخلي بالنا في كلمة تاني اسمها hurt اللي هي معناها يؤلم أو يؤذي، اللي هي HURT دي اسمها hurt معناها يؤلم، ولكن دي heart اللي هو القلب. degree درجة علمية. degree. accident حادثة. archaeologist archaeologist. coin اللي هي عملة معدنية. an ancient pharaoh اللي هو فرعون، يبقى ancient pharaoh اللي هو الفرعوني القديم. نكمل. tennis racket مضرب تنس. firefighter رجل اطفاء. gloves اللي هو القفاز او الجوانت اللي بنلبسوه في ايدينا اسمه gloves. change يتغير أو يغير. cause يسبب. invite يدعو. provide معناها يزود أو يمد به. smoke يدخن. breeze يتنفس. fix معناها يصلح أو يعالج. كاف اليو جي اتش طبعا هنا ندقها اف. كاف اللي هي معناها يكح او كح. ريجريت معناها يندم على. نجي الاهم حاجه يا جماعه نخلي بالنا منها اللي هو الاكسبريشنز اند بروبوزيشن اللي هو التعبيرات وحروف الجر، مهمه جدا جدا يا سنه ثالثه. اول حاجه هنقرا الاكسبريشنز مع بعض للتعبيرات. ورك هارد معناها يعمل بجد. All the time طول الوقت. Pass exams معناها يجتاز الامتحانات. Fall asleep معناها يغلبه النعاس. Feel ill يشعر بالمرض. Do badly يؤدي بشكل سيء. Know for sure
معناها يعرف على وجه اليقين. كلمة شور معناها متأكد، نو فور شور يعني ما يعرف ايه، يعني متأكد بالمعرفة الشيء أو يعرف على وجه اليقين. good at معناها جيد في، good at. unable to غير قادر على، belong to ينتمي إلى أو يخص، regret about معناها يندم على أو ندم على، better for معناها أفضل إيه لي. ده بالنسبة لإيه يا جماعة؟ لحروف الجر المهمة. نكمل بقية الإكسبريشنز. do revision، do revision اللي هو معناها يقوم بعمل مراجعة أو يراجع، make a choice معناها يختار، have an operation معناها تجرى له عملية جراحية. في فرق نخلي بالنا بين have an operation و do an operation. have an operation ده اللي هي خاصة بالمريض نفسه اللي هو بتجرى له العملية اللي بيتعمل له العملية، إنما do an operation دي خاصة بالطبيب اللي هو بيقوم بعمل العملية نفسها. get better معناها يتحسن، get better. difficult for صعب لي، help with يساعد في. cut into your body معناها يجري جراحة لجسمك، cut into your body معناها يجري ايه جراحة لجسمك. ده بالنسبة لجماعة الاكسبريشنز والبروبوزيشن الموجودين عندي في الدرس. تعالوا هناخد بعض اللانجويج نوتس اللي هو الملاحظات اللغوية نخلي بالنا منها. اول حاجة يبني الفعل stop اللي هو معناه ايه؟ توقف او يتوقف. stop، stop ده بيجي بعديه حاجة في الاثنين. ازاي يعني؟ يا اما فعل مضاف له ing تمام، يا اما to زائد مصدر. to زائد ايه؟ مصدر. طب دي ليها معنى ودي ليها معنى. لما نقول stop وبعد منها يجي فعل مضاف له ing دي معناها توقف نهائيا عن فعل الشيء، لكن stop بعدها to ومصدر دي معناها توقف لكي يقوم بعمل شيء، يعني كان بيعمل حاجة وتوقف كده عشان يعمل حاجة ايه تاني. يعني لو خدنا مثال زي ما مديني هنا اهو، بيقول ايه؟ سامح stopped smoking when he was ill، يعني سامح توقف عن التدخين عندما كان ايه مريض. دي بيعناها قلنا زي ما قلنا بيتوقف عن شيء كان يفعله. طيب stop to، I was walking and I stopped to buy a pen، معناها انا كنت ماشي تمام وتوقفت لكي اشتري ايه قلم. ده اللي هو ايه stop بعدها to والفعل فين؟ في المصدر. نجل الفعل الافعال دونا fall، feel، fail، fell. fall اللي هو معناها يقع او يسقط والماضي منه fell fallen، fall fell fallen، fall fell fallen، fall fell fallen. a child fell into، fell ده الماضي بتاع fall يعني الطفل وقع في النهر بالامس. طيب فيه احنا خدنا هناخد في الدرس اللي هو fall asleep اللي هي معناها يغلبه النعاس او وقع في النوم او راح في النوم تمام. feel معناها يشعر، الماضي منها felt felt، feel felt felt. you will feel better after you take that medicine معناها انت هتشعر بالتحسن بعد هذا ايه الدواء. fail دي معناها بقى يفشل او يرسب، fail الماضي منها طبعا بنضيف له ايدي لان ده فعل ايه منتظم، fail failed failed. also she studied well بالرغم ان هي ذاكرت كويس، she failed to get the full mark يعني فشلت في انها تحصل على الدرجة ايه النهائية. حسن is a naughty boy he always fails his exams. كلمة naughty يعني معناها غير مطيع، ولد مشاغب. حسن يكون ولد مشاغب، هو دايما بيفشل في الامتحانات بتاعته. وكلمة fail الفعل fail هو معناه يملأ، fail filled filled. the boy filled the bottle with water، the boy filled the bottle with water يعني الولد ملأ الجزازة بايه بالماء. طيب الفعل spend اللي هو معناه ايه ينفق او يقضي. spend الماضي منه spent spent فعل شاز، spend دي ممكن يجي بعد منها time وقت او money فلوس.
لما يجي بعدها وقت يبقى هنا معناها بيستغرق، يعني زي مثلا بيقول لي سامح didn't spend enough time studying، يعني سامح لم didn't spend لم يقضي وقت كافي في الدراسة. تمام، نيجي بعد كده I have already spent all my money. I have already spent my all money. All my money. يعني أنا بالفعل أنفقت كل فلوسي. طيب نيجي للفعل regret. الفعل regret ده زيه زي الفعل stop، بيجي بعد منه برضه gerund اللي هو فعل مضاف لاي ان جي أو to زائد مصدر. لما يجي بعد منه gerund كلمة regret معناها يندم، فلما يجي بعد منها فعل مضاف لاي ان جي معناها يندم على شيء فعله، ندمان على حاجة هو عملها. نخلي بالنا لما الفعل regret يجي بعد منه اي ان جي معناها ان هو ندمان على حاجة فعلها. طيب لو جه بعد منه تو ومصدر معناها ان هو ندمان على انه هو عاوز يعمل حاجة او مضطر انه يعمل حاجة، مضطر انه ايه يعمل حاجة. طيب نشوف مثال كده، سامح regretted starting to smoke، يعني سامح ندمان انه هو ايه بدأ تدخين. هنا معنى ذلك انه هو كان بيدخن، تمام، ودكتور حاليا ندمان انه هو دخل التدخين او ابتدى يدخن. regret to وبعديها الفعل في المصدر، قلنا دي معناها بقى يعني يأسف او يندم على حاجة مضطر انه يعملها. I regret to feel fail ولا tell دي tell sorry I regret to tell you، يعني انا ندمان ان انا هخبرك you that your mobile is lost، يعني يؤسفني، تمام، يؤسفني او يحزنني ان اخبرك ان الموبايل بتاعك فقد. تمام، نيجي الفعل باس وسكسيد. باس اللي هي معناها ينجح او يجتاز، وسكسيد معناها برضو ينجح او يجتاز. ايه الفرق بين باس وسكسيد؟ باس دي بدون حرف جر. He always passes his exam. He is clever. يعني هو دايما بيجتاز امتحاناته وهو يكون ولد ايه ذكي. طيب succeed لازم يجي بعد منها حرف الجر ان، تمام، يعني هنا بيقول ايه he always succeeds in his exams he is clever. يبقى هنا شوف بقى حلينا محل باس بمين، بسكسيد ان، حطينا الفعل اس طبعا لان الفاعل المفرد هي. طيب واحيانا succeed ان دي يا جماعه بيجي منها وبعديها، نخلي بالنا يعني بعد succeed in دي يجي ايه فعل مضاف له ing او ناون. Did you succeed in fixing your computer؟ يعني هل نجحت انت في تصليح كمبيوترك؟ او لو ما جاش فعل مضاف له ing بيجي ايه بيجي ناون اللي هو ايه اسم. نخش على موضوع القراءة. سامح was a student، سامح كان ولد in my class في الفصل بتاعي. He was a successful student. كان ولد ناجح. He always worked hard. كان دايما يعمل بجد. And he was very good at English. وهو كان كويس جدا في الإنجليزي. أهو لاحظ إن good at بيجي بعد منها noun أو gerund. And math وفي الرياضة. However ومع ذلك he slowly changed and he stopped studying. وهو يعني ببطء كده ابتدى يتغير، يعني ابتدى يظهر عليه التغير بايه ببطء. and he stopped studying وتوقف عن الدراسة. I don't know انا ما اعرفش for sure بالتأكيد او على وجه اليقين يعني what changed سامح، ايه اللي غير سامح. he smoked all the time هو بيدخن او دخن طول الوقت. he might have become addicted to smoking ربما يكون ان هو طبعا اصبح مدمن لمين للتدخين. كلمة might have، تمام يا جماعة، اللي هو عدم التأكد من حدوث شيء فين في الماضي وتصريف ثالث. he should have talked to his parents. he should have talked أرضه أهو بنستخدم should have وتصريف ثالث هنا من أجل النصيحة أو اللوم. هو كان ينبغي عليه أن يتحدث إلى والديه his friends أو أصدقائه or his teacher أو المدرس بتاعه. زي ما might have helped him كان يمكن يساعدوه، زي might have ربما كانوا يستطيعوا أن يساعدوه with his problems بالمشكلة بالمشاكل بتاعته. however ومع ذلك he coughed all the time
هو كان بيكح طول الوقت and he became very ill وأصبح مريض جدا. The doctors الدكاترة told سامح that أخبروا سامح إني he had lung disease أنه هو عنده مرض فين؟ في الرئة. From too much smoking من التدخين الكثير. He spent a lot of time in hospital قضى وقت كبير في المستشفى. And he didn't spend enough time studying ولم يقضي وقت كافي فين؟ في الدراسة. So he didn't pass any of his exams that year. لذلك هو ما نجحش في أي امتحان من امتحاناته هذا إيه؟ هذا العام. عفوا. It must have been very difficult for سامح. يعني ده أكيد كانت حاجة صعبة على سامح. He didn't like being ill. هو مش حاب إنه هو كان يصبح إيه؟ مريض. He must have regretted. هو أكيد ندم. تمام عليه بقى starting to smoke انه هو بدأ التدخين. however ومع ذلك life is better for سامح now الحياة اصبحت جيدة مع سامح الآن. I saw him last week انا شفته الأسبوع اللي فات. تمام he had an operation هو عمل عملية and he is healthy now وهو حاليا بصحة جيدة. he has stopped smoking هو توقف عن التدخين and has started to study again وبدأ يدرس مرة أخرى. I am sure he will pass his exams this year. أنا متأكد أنه هينجح في امتحاناته هذا إيه؟ هذا العام. بكده يبقى احنا قرينا موضوع إيه يا جماعة؟ القراءة. نبتدي نحل التمارين اللي هي على الدرس الأول والثاني صفحة 47 47 خلي بالنا. السؤال الأول بيقول إيه؟ Choose the correct answer from A, B, C or دي. اختار الإجابة الصحيحة من A أو B أو C أو D. السؤال الأول بيقول إيه؟ His lungs were space because of smoking. يعني الرئتين بتوعه كان مالهم بسبب التدخين. bitter ولا damaged ولا returned ولا cured. طبعا هناخد مين؟ damaged اللي هي معناها إيه؟ اتدمروا أو تلفوا. سامح has not disease from too much smoking. يعني سامح كان عنده مرض ايه من كسرة التدخين. back ولا lung ولا eye ولا head. طبعا احنا بيدخنوا دون دايما بيعانوا من مرض ايه يا جماعة؟ الرئة. lung disease. السؤال الثالث it is sad that some people become not to computer games. ها يعني من المؤسف ان بعض الناس اصبحوا ايه لألعاب الكمبيوتر. addicted ولا successful ولا upset ولا hard. طبعا أصبحت الناس addicted اللي هي معناها مدمنة. my father went to hospital أبي ذهب إلى المستشفى امبارح yesterday to have a knot on his leg عشان يعمل إيه في رجله. disease ولا damage ولا operation ولا accident. طبعا ذهب لكي يجري عملية فين؟ في رجله. طيب رقم خمسة سامح space starting to smoke got ولا regretted ولا smiled ولا booked. طبعا هو عايز يقول لك ان سامح هنا اصبح يعني ندم على ان هو بدأ التدخين فهناخد الفعل اللي هو ايه regret لان بعد منه ايه في جرم. السؤال السادس سامح stopped نقط and became healthy again يعني سامح توقف عن ايه واصبح بصحة جيدة مرة اخرى اللي هو exercising ولا studying ولا smoking ولا sleeping. طبعا هتوقف عن ايه يا جماعة؟ عن السموكينج اللي هو ايه التدخين. السؤال اللي بعده some people not angry when they try to stop smoking يعني بعض الناس ايه angry بالغضب عندما هم بيحاولوا يتوقفوا عن التدخين. find ولا fail ولا fall ولا feel. طبعا الناس اللي هي بتكون بتدخن وتوقف عن التدخين يا جماعة بتحس ان هي ايه غضبانة فهناخد ايه feel. السؤال اللي بعده too much smoking التدخين الكتير can cause lung and heart disease يعني التدخين الكتير بيسبب مرض الرئة والقلب. I had a knot to fix my leg كلمة fix دي معناها يصلح أو يركب. my leg اللي هو رجلي and now I can walk again كلمة ايه walk again اللي معناها يمشي مرة أخرى.
accidental operation ولا disease ولا illness؟ ها يبقى هناخد ايه يا جماعة؟ اللي هي operation. السؤال اللي بعده: he is not all the time. I think he has a problem with his lungs. هو بيكون ايه دايما طول الوقت؟ اعتقد ان عنده مرض تمام او مشكلة فين في الرئة. coughing ولا laughing ولا touching ولا living. طبعا اكيد عنده ايه مرض ايه يا جماعة؟ coughing اللي هو الكحة. lazy and careless. كلمة lazy معناها كسول وكلمة careless معناها مهمل. يبقى الطلاب students اللي هي الطلاب المهملين والكسلانين دايما او عادة نقط badly in their exam. احنا خدنا كلمة يؤدي بشكل سيء اللي هي اسمها do badly. do ايه؟ badly. ميسة works very hard. ميسة تعمل بجد. so I am sure she will not the exam. انا متأكد ان هي ايه الامتحان طبعا هتاخد ايه pass the exam. يعني لان هو بيقول لي ميسة بتعمل بجد تمام، لذلك انا متأكد ان هي سوف تنجح في الامتحان. السؤال اللي بعده: not is a او an organ which helps you breathe. كلمة breathe معناها تنفس. العضو اللي بيساعدك انك تتنفس اللي هو ايه؟ tongue اللسان ولا ear اذن ولا arm ذراع ولا lung رئة. طبعا هو مين؟ lung يا جماعة الرئة. رقم 8: عثمان نقط a heart operation and became bitter. heart operation يعني عملية قلب. كلمة operation معناها عملية وheart يعني قلب تمام. فهتاخد هنا talk ولا had ولا made ولا did. طبعا هتاخد ايه؟ had، لان كلمة لو خدنا did دي بتجي مع الدكتور يا جماعة اللي هو بيجري العملية، انما ده هنا عثمان ده اتعملت له عملية تمام. رقم 9: my father is very wise. والدي او ابي يكون حكيم. كلمة wise معناها حكيم، يعني راجل حكيم في اتخاذ القرارات بتاعته. he always not right choices. ها agrees makes leaves does. طبعا كلمة اتخذ قرار احنا واخدينها make right choices، وحتى عنوان الوحدة اسمه making the right choices، فهنختار يا جماعة makes. السؤال العاشر: it is difficult. انه من الصعب for most smokers تمام لمعظم المدخنين. to stop ايه بقى؟ to stop يجرى منها gerund. to smoke ولا smoking ولا to smoking ولا smoke. طبعا هنا stop احنا قلنا يا جماعة بيجي بعد منها اما to والمصدر او في المضاف الاي ان جي. هو هنا بيقول لك من الصعب لمعظم المدخنين هم يتوقفوا عن ايه؟ عن التدخين. التدخين نفسه فاسمها ايه؟ smoking. بكده احنا يكون خلصنا اول جزء معانا في الوحدة اللي هو ايه الكلمات وموضوع القراءة، وحلينا التمارين اللي موجودة عليهم. اتمنى من الناس اللي بتتابعنا ان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتحاولوا تشيروا القناة يا جماعة. عايزين ايه نكبر القناة بيكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.